أهلا بيكم أبطال ثانوية عامة في منهج الجديد 2021-2022، وإن شاء الله على قناة اليوتيوب بتاعتنا كلام إنجليزي هنقدم إن شاء الله المنهج كله من كتاب المعاصر. هنشرح إن شاء الله منهجنا السنة دي من كتاب المعاصر كلمة بكلمة. هنشرح المنهج الأساسي vocabulary وجرامر كلمات وقواعد، بلس كمان هنشرح الكتيب كمان اللي نزل مع المنهج الأساسي واللي هو طبعا بيتكلم على reading skills وكمان writing وكمان part translation. إن شاء الله تستفيدوا من الفيديوهات كويس، تابعونا إن شاء الله لأن الفيديوهات بتاعتنا هتبقى عبارة عن فيديوهات مسلسلة، حلقة ورا حلقة، فيديو ورا فيديو، لحد إن شاء الله ما ربنا يكرم ونجيب أعلى الدرجات. ما تفوتش الفرصة وتابعنا على طول. أهلا بكم أبطال ثانوية عامة في الفيديو رقم 20. 20 فيديوز، 20 فيديو بالتمام والكمال. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنكون اشتغلنا فيهم من كتاب جيت ريد المعاصر لثانوية عامة 2021-2022. النهاردة ان شاء الله نخلي بالنا علشان هنتكلم على المارك، العلامة نمبر 6 اللي هي اسمها سلاش او ستروك، اللي هي الشرطة المائلة. عارفين كلكم الشرطة المائلة اللي هي بيسموها سلاش او ستروك. طيب دي ليها كم حالة يا شباب؟ ليها 8 حالات وإن شاء الله هنخلصهم في فيديو النهاردة. There are two types of slash. في نوعين من الشرطة المائلة. أول حاجة اسمها forward slash والتانية اسمها back slash. الأولى دي شرطة مائلة للأمام اللي بتبقى جاية ناحية اللي قدام كده ناحية اليمين، وback slash اللي بتبقى طبعا طالعة ناحية الشمال، الشرطة المائلة للخلف. في واحدة مائلة للأمام اسمها forward slash وباك سلاش الشرطة المائلة للخلف. طب امتى بستخدمهم؟ كيس نمبر 1 أو الحالة الأولى يا شباب، تستخدم slash اللي هي طبعا forward slash بدل من per أو a أو an، بدل من per أو a أو an، بمعنى لكل أو في. إزاي؟ ممكن أقول he was driving at 80 kilometers per hour. هو بيسوق بسرعة 80 كيلومتر فين؟ في الساعة. دي صح. ولو قلت he was driving at 8 كيلومتر و slash forward slash و h يعني بيسوق بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. هنا بمعنى أصح أنا ممكن أقول kilometers per hour أو kilometers slash hour، يعني برضو لكل أو في. الحالة الثانية case number 2 بتستخدم slash بدلا من and اللي هي بمعنى و. بمعنى I applied for the computer and language program. أنا تقدمت لبرنامج أو كنت بشتغل لحساب برنامج لغة وكمبيوتر. هي لو أنا قلت I applied for the computer وبدل and حطيت إيه slash، يعني أنت لو عايز تضيف أكتر من حاجة حاجة وحاجة فتقول X and Y، هتقول X slash Y. هي نفس الفكرة، computer slash language program. كيس نمبر 3 الحالة الثالثة، تستخدم slash أحيانا بدلا من O، تستخدم slash أحيانا بدلا من or اللي بمعنى أو. Someone rang the doorbell، واحد رن الجرس. He or she had left before I opened it. هو أو هي مشي قبل ما أنا أفتح الباب. هي لو أنا قلت someone rang the doorbell، he slash she had left before I opened it. خلي بالك إن برضو بدل and وبدل or ممكن أحط slash عادية. كيس نمبر 4 الحالة الرابعة، تستخدم slash أحيانا بدلا من and dash للتعبير عن المد. احنا قلنا the أسوان كايو، احنا قبل كده قلنا ممكن نستخدم ال and dash اللي هي الوصلة المتوسطة، صح؟ انا ممكن على فكرة اشيل الوصلة المتوسطة ال and dash واحط مكانها slash forward slash the أسوان كايو واحط slash ما بينهم، او طبعا زي ما قلنا and dash الاتنين صح. train leaves at 16، يعني the Aswan أو the train from Aswan to Cairo، القطر من مكان فلاني لمكان تاني. الحالة الخامسة case number 5،
تستخدم سلاش احيانا بين تاريخ سنتين متتاليتين للتعبير عن المدى. يعني مثلا students will never forget the 2020-2021 school year. عمر ما الطلبة هتنسى السنة دي 2020-2021 مثلا. فانت السنتين لو ورا بعض طبعا انا احط ما بينهم السلاش اللي هي الفورورد سلاش. الحالة السادسة تستخدم سلاش احيانا كاحد طرق الفصل بين اليوم والتاريخ والسنة. يعني ممكن اقول the match is on 25 November, 2022 ده تاريخ عادي جدا، الماتش هيبقى في 25 نوفمبر 2022. ممكن اكتبها بالطريقة دي يا شباب the match is on 25 11 2022. انا عملت قسمت ما بين الرقم والشهر، رقم اليوم يعني او تاريخ اليوم والشهر والسنة بسلاشات صح؟ the match is نقول مثلا soon تمام؟ طبعا كلمة مكتوبة غلط، the match is soon 11-25-2022 مثلا، برضو ده بتاريخ. the match is on، طب والمثال ده the match is on مكتوب عندكم son، طبعا هي on بس 11-25-2022. طبعا مش معناه هنا ان يوم 11 شهر 25، لكن ساعات بتتعكس على فكرة في بعض الحاجات اللي بتلاقوها على الموبايل او الكتابات الجديدة بيحط لك طبعا الشهر الاول وبعد كده اليوم بدل اليوم وبعد كده ايه الشهر. الحالة السابعة قبل الاخيرة في الفيديو بتاعنا النهاردة، تستخدم سلاش عناوين المواقع والصفحات على الانترنت. يعني انا ممكن اقول مثلا ايه، ممكن تاخد السايت ده www.almuasir.com/get-ready. طبعا بتفصل ما بين طبعا .com واسم الكتاب او اسم الحاجة اللي انت عايز تحطها وتحط سلاش. نوصل مع بعض يا شباب للحالة الاخيرة، تستخدم سلاش احيانا في الكسور العشرية المكتوبة بالارقام. يعني مثلا احنا قلنا قبل كده only two thirds، تلتين of the students passed the exam، حوالي تلتين عدوا ايه، عدوا الامتحان. طبعا خلي بالك two thirds احنا قلنا نفصلها بهايفن لو انتوا فاكرين في الفيديو اللي فاتنا لما اتكلمنا على استخدامات الهايفن. و two over three، two على three، او two slash three، يعني التلاتة دول صح. ممكن تقول two hyphen thirds، يا اما two over three، يا اما two slash three، كل ده معناها تلتين او اتنين من على تلاتة. three fifth of my salary is spent on food and clothing، تلات اخماس تقريبا يعني 60% من السالري المرتب بتاعي بيصرف على الاكل واللبس. 3/5 هفصل بهايفن عادي زي ما خدنا الفيديو اللي فات. 3 over 5 عادي جدا، يا اما بقى 3/5. يعني عندكم 2/5 طبعا دي غلطه عايزين نصلحها، 3/5 يعني 3 اخماس من الحاجه دي، دي نسبه مثلا او بستخدم فيها سلاش. بكده شباب نكون شرحنا مع بعض في اجمالي الفيديوهين، الفيديو اللي فات اللي هو الفيديو رقم 19 شرحنا حالات الوصلات الصغيره خالص اللي هايفن، والاكبر منها شويه او المتوسطه بنسميها الان داش، والاكبر جدا بسميها الام داش. وكمان شرحنا النهارده في الفيديو رقم 20 سلاش او الستروك اللي هي الشرطه المايله بكل حالاتها بالثمان حالات. اتمنى رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله هنكمل في كتاب جيت ريدي الفيديو الجاي. Thank you so much. See you next time.